نبتدي الاول بمكونات السمك الميره. طبعا السمك اللي بنجيبه من اسكندريه ما بيبقاش متوفر في كل المدن الساحليه التانيه، فانا طبعا في منتهى السعاده ان انا قادر ان انا الاقي الوقار والاقي الميره والاقي السمك اللي ما بنقدرش نوصل له. المكونات هتبقى سهله قوي قوي قوي، شبت ليمون وليمون شرايح وتوم وزيت وملح وفلفل. هجهز طبعا الفرن، هرص الليمون تحت كده، هفرد الليمون ده كده هنا اتنين 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 علشان السمكة تتحط عليه وتدخل الفرن، نقدر ان احنا نطلعها سليمة بالجلد يتاكل. لان عايز اقول لحضراتكم الجلد بتاع السمك مفيد جدا جدا جدا، ناس كتيرة ما بتحبش تاكل الجلد، بس احنا كل ما نقدر نوصل ان احنا نقرمش الجلد بيبقى احلى بكتير والطعم بيفرق جامد اوي. واحط هنا الثوم والشبت هرش رشة زيت كويسة هنا وهنا كمان، معلقة ملح كبيرة، ومعلقة من الفلفل الأسود. عايزين بقى تحطوا عليها حاجة كمان زيادة، عايزين تخلوها مثلا تبقى سبايسي شوية تحطوا شطة ماشي، كل يعني كل ده متاح. هقلب كويس كده عشان الملح يدوب، هاخد الليمونة دي هاخد بقى الليمون والصوص بتاع الشبت واحطها جوه، واحاول بالمعلقة كده ايه الحتة بتاعت الراس، اكيد قلت لحضراتكم قبل كده. مرة دي مرة على الناحية دي كده واقلبها الناحية التانية. انا عايز بس اوضح عشان الكاميرا تبقى شايفة السمكة. بصوا حضراتكم السمك فريش يعني مفيش بعد كده. هاخد بقى الباقي كله احط عليها وبقية الشبت. يعني السمكة مش كبيرة قوي، بس انا عادة يعني السمك اللي بيبقى سليمة زي ما هي بفضل ان انا اغطيها كده تغطية بسيطة علشان تستوي. السمك الصغير ما بيحتاجش يتغطى بفويل، لو السمكة اقل من كيلو ما بتحتاجش قوي. ادخلها الفرن يعني حوالي ربع ساعة تلت ساعة، درجة حرارة 200 أو 180، وهتطلع كده. وعايز أقول لحضراتكم الليمون اللي اتحط تحت ده بيطلع بالشكل ده، بيبقى طعمه تحفة.